بعد تحية سأستعين بما تحدثت أنت عنه في إحدى مقالاتك، وأنت تتحدث عن تحديات الوجود الفرنسي في إفريقيا. هنا أسألك، ما أبرز هذه التحديات؟ وهو في الحقيقة لفرنسا علاقات مالية واقتصادية وعسكرية ثقافية يعني ما كثير من دول غرب إفريقيا، ولها تأثير ثقافي وسياسي كذلك من ناحية التنظيم والتشريع وتدبير الاقتصاد إلى غير ذلك. وهذا التأثير بدأ يعرف فتورا يعني في السنوات الأخيرة، وخفت يعني بريق الثقافة الفرنسية يعني في الفضاءات الإفريقية، صوتها غير مسموع، بل حتى أن وجود العسكري ولماذا والدبلوماسي. حدث هذا يا دكتور؟ لماذا حدث هذا؟ أنا أظن أنه رغم محاولات الرئيس الفرنسي يعني بإرجاع التحف الفنية لبعض الدول الإفريقية والرفع من قيمة المبالغ للتنمية وإعادة يعني هيكلة العملة المشتركة إلى غير ذلك، الأسباب وهي أنه تذبذب ثقة النخب الإفريقية في فرنسا. فالكثير يظن بأن فرنسا فقط هي موجودة في بلدانها لتحمي مصالحها وليس لتنمية يعني هذه المناطق، عدم قدرة فرنسا على إيجاد النموذج الأمثل لتحقيق التنمية في بلدانهم أو عدم وجود هذا النموذج، الكثير يرجعونه إلى فرنسا ويرجعونه إلى الدور المتنامي يعني الدور فرنسا يعني الاقتصادي واستغلال بعض الثروات إلى غير ذلك. إذن هناك نفور متنامي يعني لكثير من النخب الإفريقية ولفرنسا، وهناك كذلك عدم اهتمام لفرنسا بإفريقيا، يعني أنه النخب الجديدة التي أتت مع ماكرون هي نخب شابة، هي نخب تهتم أكثر بأوروبا إلى غير ذلك، ولا تفهم يعني حساسية العلاقات ما بين فرنسا. هل هنا نستطيع أن نقول أن ماكرون لم يستطيع التعامل بشكل جيد مع التواجد الفرنسي في أفريقيا؟ أنا أظن، ولكن كذلك التواجد العسكري في إفريقيا كان بطريقة نظامية، بينما الجماعات الإرهابية هي جماعات يعني تتحرك بسرعة كبيرة جدا وتنخرط في وسط الساكنة ولها يعني علاقات، وتنخرط كذلك في الصراعات الإثنية وتضرب بسرعة، والتدخل يعني براخان كان بطريقة نظامية.